النهاردة موضوعنا عن صليب المسيح كمركز لحياتنا المسيحية. Christ Cross Centrism يعني ايه؟ ازاي الصليب ده يبقى مسيطر على تفكيرك، يبقى اساس؟ اولا الطقس القبطي خادمنا، واضح انك بنرشم صليب كتير، بنشوف الصليب طول الوقت. ابونا ماسك الصليب، الله ينحي روحه، وانبا ميخائيل ما كانش يسيب الصليب من ايده ابدا. فواضح ان القديسين كان بحياتهم الصليب ده مرتبط بيهم ارتباط يعني عجيب، يعني تعلقهم بالصليب. قديس بولس بالذات ككارز اكتر واحد اتكلم عن الصليب، وكلكم حافظين ايات كتير لبولس بالذات في الصليب. فواضح انه ككرازة احنا محتاجين يبقى منهجنا يعني مرتبط بالصليب اكتر. يقول مثلا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، يعني ايه اللي انت بتقدمه للعالم؟ مش بتقدم للعالم اوفر مريح تقول لهم تعالوا هروقكم يعني اديكم حاجات حلوة، لا، انا بقدم المسيح المصلوب. ليه؟ لان ده ربنا اللي بيحب الناس، فده موضوعي الاساسي اللي بقدمه لاي حد. على فكرة ربنا بيحبك قوي بأمارة صليبه. نكرز بالمسيح مصلوب حتى لو ما عجبش ناس. اليهود اللي طالعين فيها شافوا الصليب عسرة، اليونانيين اللي بيتفلسفوا زيادة شافوه جهالة، إنما احنا كل اللي يجي منهم يدعى للخلاص هيشوف في الصليب قوة الله وحكمة الله. يبقى احنا نكرز بالمسيح مصلوبا، ده موضوع اساسي في الكراز. مش ممكن واحد يقدم المسيح من غير ما يقدم صليبه. من هو الله؟ هو الله الذي احبني فاتى وصلب لاجلي. ده ربنا اللي انا بكلم عنه، مش بكلم عن اله عالي في السماء مرتاح ولا اله مجرد ديان. مره تانية بولس يقول ايه، دي قرايه عيد الصليب على فكره، بولس الصليب يقول المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح. يعني ايه؟ خلي بالكم الحتة دي، اللي يتفلسف كتير يعطل تلقائية وبساطة صليب المسيح. مسيح ربنا مات عشاننا وصليبه يهزم الشيطان. فهنا الحكمة البشرية الزيادة لأنها براقة وجذابة ممكن تبقى بديل للصليب، دي حيلة شيطان. لكن احنا بنقدم الصليب بكل معانيه بكل تطبيقاته زي ما هنشوف. احنا عندنا الصليب ده ايه؟ قوة الله. اذا نرشم الصليب في قوة ربنا، استدعاء الصليب، معنى الصليب نفسه في حياتي وحياة الناس ده قوة. الصليب بتاع التجربة ده قوة، صليب الصلاة ده قوة، صليب الصوم ده قوة، صليب الخدمة وتعبها دي قوة، ده قوة الله. مرة كمان بولس يقول في كورنثوس الأولى 2، أنا لما جيت عندكم، كورنثوس بالذات دي كانت مليانة فلسفة وحكمة، قال أنا مرضتش أجي بسمو الكلام، أنا كنت مش شايف غير المسيح مصلوب. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. يعني اللي مركز على صليب المسيح لو اترمى في أي بلد تحت أي ظروف طول ما المسيح مصلوب هيستحمل. اللي بيشكس بسرعة في الخدمة يبقى نسي الصليب. اللي يعترض كتير، اللي تصعب عليه نفسه أو كرامته، كل ده معناه اللحظة دي نسي الصليب. لكن لو مركز زي بولس على المسيح مصلوبا يتضرب يتهان يتبهدل يتنسي ما تفرقش، لأن الألام بتاعت المسيح تخجل أي كارز وتحرك. إيه علاقتنا كخدام كرازة بصليب ربنا يسوع؟ أول علاقة أنك تختبر معنى الصليب جواك طول الوقت. يعني إيه الصليب يا جماعة؟ مش رشم صليب بس، تكون بترشم الصليب وبتاكل خروف، مش ده الصليب مش كده؟ بس عشان ربنا يحميك من التخمة ده موضوع تاني. لكن هنا مع المسيح صلبت، يعني
هي معناها اللاهوتي انا اتعمدت، انا مت معاه يوم ما اتعمدت. لكن صلبت كمان معناه I'm ready to die anytime. هي دي معناها انا اتصلبت معاه. فانا بالنسبه للدنيا دي ايه؟ انا مت خلاص. ما المسيح يحيا فيا، يعني حياتي انا دي ملكه، لان انا مت معاه قبل كده، انا مت فيه. فما احياه الان في الجسد احياه في الايمان. يعني انا عايز دلوقتي لحساب ربنا كل حياتي. مفروض ده الصليب يقول لي كده. بمعنى اخر الصليب اشتراني للمسيح، يبقى ما يصحش اعيش لنفسي، ما يصحش اعمل اللي انا عاوزه، ما يصحش امشي بدماغي، انا مش ملك نفسي. بأمارة الصليب انا ملكه، هو اللي يقول هو عاوز ايه، اللي يقوله يمشي لانه اشتراني. فانا مع المسيح صلبت احيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا، احيا في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لاجلي. من ناحيتنا ممارسة الصليب الشخصية، أولا تبدأ بالمعمودية وتستمر بالتوبة، وبعدين تكتمل بالخدمة. افتكروا ثلاث كلمات دول. صليب أولا في حياتك فعليا، أنت مت يوم ما تعمد. عشان كده بنغطسكوا ثلاث مرات باسم المسيح الأب والابن والروح القدس. تغطيس ده عمل إيه؟ موتك فعلا. هنا لزقت في المسيح، خدت قوة صليبه. مع المسيح صلبت دي بتتحقق حرفيا يوم المعمودية. لكن فعل الصليب يستمر بإرادتك، يعني انت عاوز تعيش باشا ولا هتعيش مصلوب. المسيح حتى لما قام كانت جراحات صليبه معلمها، والملاك نفسه كان بيسميه ايه؟ المسيح المصلوب، كان بيسميه المصلوب. اذا ظل اسم المسيح حتى بعد قيامته المصلوب، وفي لغة سفر الأعمال كان يذكر على ابنه المصلوب. يبقى هنا عملية الموت المستمر ده إرادة بقى. خطية دي مش مفروض تغلبني لأن أنا ميت بالنسبة للخطية. يبقى مع المسيح صلبت أو مت معناه بغلب الشهوة، بغلب الإغراء. هيغيره ميت، روح لقبر كده واعرض عليه فلوس، هيطلع لك الميت من قبره يقول لك ده لقطة، مش هيعمل. اعرض عليه شهوات قبيحة، الميت ميت فما بيتفاعلش مع الشهوات. فهنا التوبة المستمرة معناه انك بتصلب جسدك. وانتوا كلكم جربتوا لما بتكون متألم في لحظة الألم الشديد مفيش مجال للشهوات. من تألم في الجسد كف عن الخطية. يبقى مع المسيح صلبت انا بختار بارادتي اكمل الموت معاه بحركه توبه مستمر، ثم تكتمل بالخدمه. ليه؟ الخدمه الواحد بيموت في الخدمه. بيموت يعني ايه؟ من اجلك نمات، دي بالاراده بقى، بتعب في الخدمه. طب انت بتموت روحك؟ بموت روحي من اجل المسيح، بس في الخدمه. قد حسبنا كغنم للذبح، وماله؟ ما هو مات عشاننا واحنا نموت عشان. من يضيع نفسه من أجلي، دي خدمة بقى. بيضيع نفسه يعني بيموت روحه، زي الصليب. وهو الصليب المسيح قبل الموت من أجلنا. يبقى الخدمة هي بعد آخر، أو تعب الخدمة شكل آخر للصليب. يبقى أنا صلبت يوم ما تعمدت، وبتصلب طول الوقت في جهاد ضد الخطية، وبتصلب في تعب الخدمة. والثلاثة ما يتفصلوش عن بعض. عشان كده يقول شيل صليبك، شيل صليبك تحقق الثلاث معاني. امشي ورايا يعني تصلب معايا، يعني تعمد وانت مختلف عن العالم بالتوبة، وانت تخدم زي المسيح بحمل الصليب. علاقة صليب المسيح بموضوعنا في الكرازة، بقول تاني احلى خبر بتقدمه لأي شخص، ربنا موجود وربنا بيحبك لدرجة الصليب. ربنا موجود، ربنا ده بيحبك بيرسونالي، بيحبك انت. والأمارة والدليل والدرجة يموت عشانك. فأصبح الصليب مهم جدا في الكرازة. ما ينفعش تكرز بإله بيحل المشاكل، لا، عند الناس الفلوس بتحل مشاكل.
طبعا ده كلام فارغ يعني، بس هما بيبيعوا الفكرة دي، قال يعني الفلوس بتحل المشاكل. لكن احنا بنكرز بإله بيحب الإنسان لدرجة صليب، وبس صليب أنقذه من الهلاك الأبدي. يبقى ده موضوعنا. فمفروض توصل مع أي شخص غير مؤمن إلى تقديم الله المصلوب، بموتك يا رب نبشر. طب ليه يعني؟ هو خبر حلو؟ خبر حلو من ناحية مكانتك، يعني قد كده انت غالي لدرجة ربنا قبل يموت عشانك. وطبعا لما يمات عشانك اداك الحياة الأبدية. كمان الصليب بيعمل ايه؟ الصليب بيقف حاجز بينك وبين الدنيا. لما قال مثلا ايه، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، او صلب العالم لي وانا صلبت للعالم. عارفين لما تبقى في حاجز بينك وبين الدنيا، الصليب هو الحاجز. الدنيا كلها بتجري في اتجاه، انت بتجري في اتجاه عكسي. ايه اللي عمل الوقفه دي؟ صليب المسيح. خلاك انت في حته والدنيا كلها في حته. فبيقف حاجز بينك وبين الدنيا، لانك لو نيمت الصليب لتحت بقيت تبع الدنيا. انت مختلف لانك مصلوب زي المسيح. مصلوب دي يعني مهان، يعني مجرب، يعني متألم، يعني بتختار تصوم، بتختار تصلي، يعني زاهد في الحاجات الدنيوية، يعني قابل الإهانة والتعب بإرادتك. ده كل ده ليه؟ لأن الصليب واقف بينك وبين الدنيا. لو الصليب ده نزل لتحت كده خلاص بقيت انت بتجري ورا الدنيا بطريقتها. فطبيعي الصليب بيدي معنى جديد للحياة، بيدي إنسان جديد مختلف. قديس بولس ادانا معنى جميل، ان شركة ألام المسيح ده مش موضوع ينتهي بالتأمل أو بالمعمودية. شركة ألامه يعني طول العمر وجع المسيح أنت بتشترك فيه بوجعك. مسامير دي أنت ليك دور، يعني دقت منها. الشوك ده أنت دقت فيه، الجلد ده، العري ده، التهزيق ده، الظلم ده، أنت شاركت. فبيقول لأعرفه وشركة ألامه، يعني أنا لسه كتير، مع أن الرجل ده بهدل وتعذب كتير قوي، لكن وهو في السجن بيقول أنا لسه بعرف، أنا لسه بدوق شركة ألامه، أنا بكبر في اكتشاف كل ده استحملته عشان يا رب. كل ده، ده كتير قوي، ده وجع جامد قوي، ده ذل شديد قوي. طب أمال أنا إيه؟ إيه اللي معطلني أن أنا أقدم حياتي ليك بعد ده كله؟ فهنا بصص لها، أنا لسه بعرفك، لأنه عارف اللي جرب، ربنا يحميكوا يعني، لكن اللي جرب الكيماوي كيموثيرابي ساعات بيبقى بيوجع قوي وبينقح في العظم جامد أحيانا. لو أنت شفت واحد بيشكي من الكيماوي هتقول له ربنا معاك، لكن إيه رأيك لو دقت بقى جرعة من الجرعات دي؟ ابتديت تشارك بقى، مش كده؟ فهنا انت الموضوع ما بقاش نظري، ما بقاش حكايات. فبولس لما تهان واتضرب واتسجن واتظلم ابتدى يقول انا بشترك في ألامه، وكان واخدها كفخر. الرسل كلهم كانوا حاسين بالمعنى ده، انه فرحوا. ليه؟ لانه حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسم. اعتبروا الالام دي ترقية، انه يعني اشركنا في حاجة خاصة بي قوي اللي هي ألامه. وعشان كده قال أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. يعني إيه؟ إذا كان في حاجة ناقصة في ألام المسيح ما هو بيكملها فيا أنا وإخواتي. فمين المعنى؟ طبعا المسيح مش ألامه ناقصة، لكن ترك للكنيسة أن تشارك بنصيب في ألامه. ليه؟ الشهداء بقى والاضطهادات ومتاعب الخدمة والصيامات ده كل ده عبارة عن إيه؟ امتداد طعم الصليب لكل أعضاء جسد المسيح. طبعا الصليب بيغير المفاهيم. ليه؟ قبل الصليب كان كل الناس بتجري عاوزة ترتاح وعاوزة الكرامة وعاوزة الغنى. كل البشر عاوزين الثلاث كلمات دول، الراحة، الكرامة، الغنى. بعد الصليب اشطب على الراحة، احب التعب، اشطب على الكرامة، مستعدين للتهزيل، اشطب على الغنى، عاوزين السمع. ايه اللي عمل النقلة دي؟ موت المسيح. ادى معاني جديدة خالص. يا بخت اللي يتعب، يا
يا بخت اللي يخسر، يا بخت اللي يتظلم، يا بخت اللي يتهان زي المسيح. فالحكاية اختلفت. عشان كده يقول مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد، لو كنا عرفنا المسيح حسب الجسد دلوقتي ما نعرفش حد حسب الجسد، كل اللي في المسيح صار جديد. مشكلة بقى زي ما ابتدينا في الحوار معاكم، الشيطان يتفنن انه يلهينا عن كل ما يتعلق بالصليب، يعطلك عن رشم الصليب ويعطلك عن التفكير في الصليب، واكتر حاجة يعطلك عنها انك تشيل صليبك براكتيكالي، اللي هو تعب الصلاة، تعب الصيام، تعب الخدمة، دي بقى اللي بتحرقه. فلو سابك ترشم الصليب مش هيسيبك تتعب زيادة، لانه عارف ان كده انت دست على راسه. فالشيطان بيتفنن في تشتتنا برا الصليب، اما كعلامة واما ايضا كحياة، لان احنا اتفقنا الصليب ده مش مجرد فكرة وعلامة، هو كمان معنى بنعيشه. مستعد للصياط، تعبير المزمور، جاهز للوجع. فتلاحظوا انظروا الا يسبيكم احد بالفلسفة وبغرور باطل. يعني انا عندي مشكلة مع الكونسلينج حاليا، انه طالعين بشعار بطلوا تقولوا لكل ست تعبانة مع جوزك ده صليبك. بس بتخضم الجملة دي. لا مش هنبطل نقول كده، لان ده عارفين معناه ايه. كل ست مش مستعدة تتعب في احتمال جوزها يمشي، يبقى احنا ضد تعليم المسيح. لا، طب وماله لو جوزك متعب؟ احتملي، احتملي من اجل المسيح، من اجل قدسية الزواج. طبعا لأي مدى دي عاوزة حكمة وتحت ارشاد، لكن المقولة دي للأسف بقيت اسمعها كتير قوي، دي خطر جدا. بطلوا تقولوا ده صليبك، وما لقوا ليه؟ اقول ايه؟ ما كل وجع في الحياة بالنسبة لنا احنا كمسيحيين هو صليب بنقبله. هو المرض ايه؟ ما تقولش صليبك، لا صليبي سمح به. هو الظلم ايه؟ صليبي سمح به. هي الوحدة ايه؟ صليب سمح به، اوكي احتمله. هو الضغط النفسي اللي ماليش دور فيه ايه؟ مش صليب هحتمل. لكن مقولة بطلوا تقولوا صليب، الحقيقة المقولة دي غشاشة جدا، وده تعليم سيكولر علماني جدا داخل بيلخبط دماغ الناس، عشان الناس ما يبقاش عندها اي نوع من الاحتمال، عشان الناس تدور على مزاجها وراحتها اللي بتودي على الباب الواسع والهلاك. طبعا كل شيء بحكمة وباعتدال، بس تاني بأكد لا، هنفضل نقول ان الصليب في حياتنا. طبعا انظروا ألا يسبيكم أحد بالفلسفة، هذه فلسفة جديدة، وبغرور باطل. ويقول لك لا، وربنا مين قال له انه ربنا عاوزك تتعب؟ لا ربنا مش عاوزك تتعب. لا طبعا ربنا عاوزك تتعب. ما تصدقش اللي بيقول لك ربنا مش عاوزك تتعب، ده كذب، دي فلسفة. ربنا اللي اختار التعب لنفسه، عاوزك تتعب النهاردة عشان تدخل السماء بكرة. فلما انت بتلغي على التعب بقولة ربنا اللي بيحبك مش عاوزك تتألم، لا مش عاوزك تتألم الهلاك الأبدي، يتعب معاه، ده هو ده اللي هيربطك بيه، شركة الألم، ده اللي هيحسسك قد ايه بيحبك ساعة ما تكون مزلول وتعبان. نفس المعنى قاله في كولوسي، قال ليها حكاية حكمة بعبادة نافلة، تواضع، قهر جسد، ملوش قيمة في إشباع البشري. يعني الفلسفات الجديدة والمرطبات النفسية والمخدرات النفسانية والميديا الوهمية، كل الكلام ده على فكرة ما بيشبعش الإنسان، ما بيوصلش الإنسان لحياة سعيدة حقيقية، وده اللي ماشي في الدنيا. لكن شوف بقى تعب الخدمة يدي قيمة للحياة، تعب الحب اللي هو الصليب، تعبان في حب ربنا ده قيمة، تعبان في حب شخص حتى لو كان احتماله، ده قيمة حقيقية وصليب حقيقي. افتكروا على الأقل صليب المسيح له أربع يعني أضلاع بأربع معاني. أولا الحب، صليب شبكة العروسة زي ما قالوها الآباء زمان،
كل ما تشوف الصليب زي بالظبط العروسة اللي تبص في خاتم ألماظ، ده حاجة غالية. يا عريس اشتراني بحاجة غالية قوي، اشتريتم لا بذهب ولا فضة بل بدم بلا عيب، ثمن غالي قوي. وده المسيح اللي قالها بشكل مباشر، ليس حب أعظم من هذا. الصليب هو أعظم حب، أعظم ثمن للمحبوب. يبقى الصليب تعبير حب. فلو شكيت لحظة في مكانتك في ربنا، ارشم الصليب، ارسم صليب بإيدك كده، ده بيقولك أنت غالي جدا. تاني معنى مهم، أن الصليب ده مفتاح الأنخ، الحياة الأبدية. شجرة الحياة بدأت بشجرة وأعلنت أنها شجرة على الصليب، وشجرة الصليب دي هي اللي دخلت الحياة، رجعت الحياة الأبدية. إذا نحن تعب الصليب بألامه نعيش مصلوبين عشان ناخد الحياة الأبدية. كمان الصليب فيه الأمان. ليه؟ أنا عندي أزمة دايما مع العالم، العالم وضع في الشرير، في مخاوف، في متاعب، أنا بحس في الصليب فيه الأمان. كلكم فاكرين قصص الأباء البسطة اللي يقول لك كان يمشي في الصحراء ومش عارف يوصل للدير، يجي ينام يقوم يعمل صلبان على الأرض وينام جوه الدايرة وينام يشخر يعني، وتيجي العقارب والتعابين ما تدخلش، لأن ده الأمان فعلا. ومع الأمان تيجي النصرة بقى، أنه إيه فعلا ده انتصار حقيقي على الشيطان والشر اللي في العالم بالصليب، بالصليب كعلامة واسم ومعنى. اللي بينتصر على الشيطان الزمان ده لما تشوف واحد محتمل صليب المرض وبيشكر، الشيطان انهار، لأنه هو عاوز يطلع من المرض زي في أيوب إيه؟ الكفر والإلحاد. فلما يدي كل البلاوي دي لأيوب وتنتهي بشكر لله، انتصار ساحق فوق الشيطان. فتحت المعنى. لما واحد يتعب في خدمته ويموت وهو بيتعب في خدمته، ده انتصار ساحق، ده معنى الصليب اللي يدي نصرة حقيقية. معنى تاني بنحطه، ننط على كولوسي واحد معلش. الصليب فيه استخدام لطيف قوي في الطقس القبطي، انه لما تتصلى صلاة الصلح يحصل حركة كده، بعضكم بياخدش باله، يطلع شماس الهيكل يقف في وش الشعب رافع الصليب. عارفين صلاة الصلح؟ مش انتوا قباط برضو مسيحيين؟ طيب اول ما يقول يا الله العظيم الابدي وبعدين بمسرتك يا الله، تلاقي الشماس طلع بقى هو اللي في وش الشعب وعمل الصليب كده. ليه؟ لان الكنيسة بتبسط كل المعاني بحركات، فبتقول لنا ده اللي عمل الصلح، وبعدين نشيل الإبروسفارين بعدها، لأنه قال يصالح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم الصليب. فإذا نطمن وانت بترشم الصليب متصالح مع ربنا، يا رب زعلان اهو خلاص متصالحين. فاهمين المعنى؟ مفيش خصام، مفيش عداوة، انتهت بالصليب. أعداء صليب المسيح لسه أعداء لله، لسه في حالة خصام مع الله. أحباء صليب المسيح أو لابسي الصليب بكل معانيها، دول اللي اختاروا يعيشوا. كلكم عارفين كمان أن علامة الصليب من أبسط وسائل الكرازة. أول ما بشرح الآب ما بيتشرحش، لأنه فوق العقل وفوق العين، فبقوله فوق. أول ما أقول والابن، أيوة ابتديت أشوف الابن، يرى تجسد نفس الإله، لاهوت يعني، لاهوت واحد، الابن مولود من الاب ثم تجسد وبقى ابن الانسان. اروح لقلبي واقول روح الابن والاب، الروح القدس بقى جوايا انا، فبقيت انا شريك للثالوث. الروح القدس دخل قلبي، اله واحد، واروح بقى السماء بهذا الايمان. فرشم الصليب بيشرح العقيده المسيحيه حتى للاطفال وللبسطاء. لالهنا كل مجد وكرامه لهم.